بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن اختبار الهاردنس، اختبار الهاردنس أو الهاردنس تيست، اختبار الصلادة. الاختبارات اللي فاتت كلها كنا بنتكلم عن المادة ككل، قطاع المادة. لما كنا بناخد عينة كنا بنتعامل مع قطاعها، سواء بيتعرض لنورمال ستريسز أو شير ستريسز، سواء بتتشد او بتنضغط او العينه بتنحني او بيحصل لها قص موازي لقطاع العينه. لكن المره دي هنتكلم على اختبار اسمه اختبار الصلاده، بيتعامل مع سطح الماده وليس كل الماده، بيتعامل مع سطح الماده. الهاردنس تيست، اختبار الصلاده، بيقيس ميجرز ذا ريزيستنس تو بنتريشن اوف ذا سيرفيس اوف ا ماتيريال باي هارد اوبجكت. اختبار الصلاده بيقيس مقاومه سطح المادة لاختراق جسم صلب، لاختراق جسم صلب. اختراق جسم صلب ده ممكن يكون له أنواع وأشكال هنشوفها دلوقتي. بيقول no single measure of hardness، مفيش قياس وحيد للصلادة بشكل يونيفرسالي على مستوى العالم مطبق لكل المواد لحد دلوقتي. علشان كده several different definitions of hardness tests are now in use. في اكتر من تعريف مستخدمين للهاردنس، منهم الخمسه اللي احنا عارضينهم هنا، وممكن يكون في حاجات تانية. اول واحد منهم اسمه الاندنتيشن هاردنس، صلاده العلامه، وهي ريزيستنس اوف ا ماتيريال تو بيرمننت اندنتيشن اندر ستاتيك اور دايناميك لود، مقاومه سطح الماده لحدوث علامه تحت تاثير حمل استاتيكي او حمل دايناميك، حمل استاتيكي او حمل دايناميك. منها برضو ريباوند هاردنس، من انواع الصلاده وتعريفاتها الموجوده، صلاده الارتداد، ودي بتعتمد على كميه الطاقه اللي الماده بتمتصها لما تتعرض لصدمه، لما سطحها يتعرض لصدمه. انرجي ابزوربشن اندر امباكت لود. وثالث حاجه السكراتش هاردنس، صلاده الخدش. ريزيستنس اوف ماتيريال تو سكراتشنج، مقاومه سطح الماده للخدش، لانها تتعرض لخدش. كل ده عباره عن اختراق لسطح الماده، سواء بقى بالعلامه او بان حاجه تتخبط في سطحها فتمتص طاقه ويحصل لها خدش. ومنها الوير هاردنس، صلاده البري، وديت ريزيستنس اوف ماتيريال تو ابريشن، مقاومه سطح الماده للبري او النحر، ومنها الماشينابيليتي، مقاومه سطح الماده للكاتنج او دريلنج، ريزيستنس اوف ماتيريال تو كاتنج اور دريلنج، العمليات التشغيل عموما. عايز اقطع الماده، فاول حاجه هتقابلني سطحها، عايز اخر اعمل ثقب في الماده، فاول حاجه هتقابلني سطحها. فمقاومه السطح دوت لاي عمليه من عمليات التشغيل هو نوع من انواع الصلاده. برضو كل الهاردنس ميجرز ار فانكشن، all hardness measures are functions of interatomic forces. كل اختبارات او قياسات الصلاده، هي دوال في القوه اللي بتربط الذرات ببعضها. بس غالب او كل اختبارات الهاردنس اللي احنا هنتعرض لها او اللي موجوده، مفيش حاجه منهم بتحضر المعنى ده او بتستخدم الايكويشنز دي بشكل واضح في الحسابات بتاعتها. يقول لي هنا but the various hardness tests do not use these forces in the same way. بيقول لي برضو ان a given type of test is used for comparing the relative hardness of similar materials. بيقول لي يعني اي نوع واحد، لو احنا خدنا نوع واحد من انواع الصلاده نقدر نقارن بينه، نقارن بيه مقارنه نسبيه للصلاده لمواد مختلفه، بس هنوحد الاختبار عشان نقدر نقارن بين المواد المختلفه. وذا ديستريبيوشن اوف هاردنس، بنقول هنا كمان ان ديستريبيوشن اوف هاردنس، توزيع الصلاده ان ميتال، في معدن، ذات هاز بين كولد وركد، معدن تعرض لاعمال التشغيل على البارد، او اور ذات هاز بين لوكالي اوفر ستريند، او حصل له انفعال زائد في مكان محدد، حصل هيبقى في ديفكت في سطح الماده نتيجه الانفعال الزائد دوت. اقدر اعرف مكان الانفعال الزائد فين، واقدر اعرف الكولد ورك اتعمل كويس ولا لا. يبقى الديستريبيوشن اوف هاردنس، توزيع الهاردنس، بيعمل انديكيت ذا ستريس في الاوفر ستريند، اور ذا ديجري اوف كولد ورك، درجه التشغيل على البارد لما اجي اعمل تشغيل على البارد لميتال. الهاردنس تيست، on a metal that have been hardened by quenching
الكوينشننج ده قبل ما الهاردنس تيست ممكن اقيس بيه كفاءه الكوينشننج لسطح ماده. ايه الكوينشننج ده؟ الكوينشننج ان انا باخد المعدن واعرضه درجات حراره مرتفعه واروح مبرده تبريد مفاجئ في ميه مثلا، فيحصل ان الذرات يحدث لها رص مختلف على السطح مقارنه بداخل العينه، تترص بشكل سريع على السطح فتديني سطح هارد جدا مقارنه ببقيه الماده. دي اسمها كوينشننج، العمليه دي اسمها الكوينشننج، ادخل الماده لدرجات حراره مرتفعه عبرضها تبريد مفاجئ في الميه فتديني سطح صلد جدا، ودي عمليه الكوينشننج. اقدر اقيسها، اقدر اقيس كفائتها بالهاردنس تيستس، اقدر اقيس كفائتها بالهاردنس تيستس. وبرده التمبرنج تخمير المعادن، اقدر اقيس كفاءه تخمير المعادن بالتمبرنج او الانيلنج، باخد الماده واديها الكوينشننج، كنت برفع درجات الحراره، درجات حراره قريبه من الانصهار، بتغير تركيب الماده او اصهرها وعمل لها تبريد مفاجئ. اما التمبرنج بعرف ارفعها لدرجات حراره ليست الدرجات التي تؤدي الى صهر الماده، درجات حراره 600 درجه 700 درجه للحديد مثلا، واحطها في درجه الحراره دي لمده ساعتين ثلاثه وقت معين. الوقت دوت بيخلي يعمل لها ايه؟ يعمل لها يخلي المعدن يستعيد خواص، او الذرات تبدا تترص بشكل اكثر انتظاما فتديني خواص جديده. اقدر اقيس درجه توزيع الكلام ده، نوع التريتمنت دي سواء كوينشننج او التمبرنج، اقدر اقيس درجتها، درجه انتظامها بالهاردنس تيست. اقدر اقيس درجه انتظامها بالهاردنس تيست. نقول تاني، ذا هاردنس تيست اون ميتال ذات هاف بين هاردنت باي كوينشننج اند تمبرنج انديكيت ذا ديجري، اوف يونيفورميتي، اوف ذا تريتمنت، درجة انتظام العملية، اللي اتعرض لها المعدن. الهاردنس تيست از يوزد تو هاردنس تيست از يوزد از اكسبتنس تيست. الهاردنس تيست بيستخدم كاختبار قبول في الكوميرشال تيستنج اوف ماتيريال، في الاختبارات التجاريه، يعني لما انا بستخدم المعادن ديت عشان استخدمها في منشات او في ماكينات، فعايز اعمل اقبل الماده. فمن الحاجات الاختبارات قبول الماده المعتمده والسريعه اختبار الهاردنس. الهاردنس تيست سيم تو بي، اختبارات الصلاده سيم تو بي مور ريليتد ويز تنسايل سترينث. لما هنشوف دلوقتي في معادلات تربط الهاردنس تيست نمبرز، الارقام اللي طالعه من الهاردنس تيست بالتنسايل سترينث. يبدو ذلك ان ارتباط وثيق بين التنسايل سترينث وبين الهاردنس تيست، بس في الحقيقه الارتباط الحقيقي الاكثر هو انها بترتبط بكميه الانرجي اللي ممكن تكون سطح الماده خدها زي الريزيلينس او التشكل، او ترتبط بالتشكل بتاع الماده زي الدكتيليتي وحاجات ثانيه اكثر من ارتباطها بالتنسايل سترينث. ولكن المعادلات اللي موجوده الامبيريكال، المعادلات الوضعيه اللي موجوده اللي هنشوفها قدام، هتربط اكتر بين التنسايل وبين الهاردنس تيست. اول نوع، دي كانت المقدمه، اول نوع من انواع الهاردنس هنتكلم عليه، وهو اللي هياخد معظم اهتمامنا او تقريبا كله، الاستاتيك اندنتيشن هاردنس تيست. الاستاتيك اندنتيشن هاردنس تيست، اختبار صلادة العلامة الاستاتيك، اختبار صلادة العلامة الاستاتيك. احنا قلنا للاندنتيشن هاردنس ممكن نعمله استاتيك وممكن نعمله دايناميكي. احنا هنتكلم دلوقتي في الاستاتيك اندنتيشن هاردنس تيست، اختبارات صلادة العلامة الاستاتيكية. اندنتيشن علامة، العلامة دي محتاجة لمسبب اسمه الاندنتور، مسبب العلامة ده اندنتور، تمام؟ ممكن الاندنتور ده يكون أي شكل من الأشكال اللي هتسبب علامة. العلامة دي تعتمد عليها في قياس الصلادة، صلاده الماده. المسبب العلامه ده الاندنتور ده ممكن يكون بول، ممكن يكون كوره اور بيراميد، ممكن يكون هرم، ممكن يكون كون مخروط، ماشي. از يوجوالي ميد، الاندنتور ده از يوجوالي ميد اوف هارد ستيل، ستيل صلب جدا، اور دايموند، اند اوفن ات از يوزد اندر ستاتيك لود، وغالبا بيستخدم تحت الاستاتيك لود. في حاجات دايناميك، في حاجات دايناميك، تمام. بنقول برضو ايذر ذا لود، that would produce a given depth of indentation. دي طريقة ان اللود هيديني depth ثابت، فهيختلف من مادة لمادة، فانا هقيس اللود اللي اختلف ده هو اللي هيعبرني عن الهاردنس، لان depth هيبقى ثابت. Or the indentation produced under a given load، او العلامة تم انتاجها او تم عملها تحت given load، تحت حمل ثابت، فاللي هيتغير معايا مقاس العلامة.
فتحت الحمل الثابت بين اكتر من ماده، لما مقاس العلامه يختلف هتبدا تختلف الهاردنس بتاعت المواد دي. واحد من الحاجات ديت اختبار الهاردنس الاندنتيشن هاردنس هيبقى معتمد عليه. Because of the simplicity of the indentation hardness test، بسبب ان الاندنتيشن هاردنس تيست اختبار بسيط، it is one of the important quality control non-destructive tests. واحد من اهم اختبارات الغير متلفة في الكواليتي كنترول، في ضبط الجودة. اللي هو ده اختبار سريع، هنشوف دلوقتي في ريليشن تربط بينه وبين خواص المادة زي التنسايل سترينث. اقدر اقيس بيه بسرعة الاوفر ستريند بوينتس، اقدر اقيس كفاءة الكولد وورك، اقدر اقيس كفاءة الكونشننج، كفاءة التمبرنج، اقدر احدد التنسايل سترينث بناء على الاختبار دوت. تمام، قدامنا بعض الاشكال للماكينات اللي بتستخدم في اختبار الاندنتيشن هاردنس. كلهم ادي جهاز في فوق اندنتور زي ما احنا شايفين، وفي حته تحت بنثبت عليها العينه، بنحط عليها بليت ونحط عليه العينه وينزل الاندنتور يعمل علامه، يا اما بثبت اللود واغير العلامه، يا اما بثبت الدبث بتاع العلامه واخد اللود. ماشي، نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا، اندنتور ومكان ثابت، اندنتور ومكان ثابت. في حاجات ديجيتال، في حاجات انالوج. ممكن اخد الحمل من السهم كده وبعدين اخش في قوانين واحسب واخد اليسار بتاعت الاندنتيشن. ممكن اخد القيمه مباشره من على الشاشه زي الشاشات اللي قدامنا دي. اول نوع من انواع الاندنتيشن، الاختبارات بتاعت الاندنتيشن هاردنس تيست، في اكتر من اختبار، اسمه برينيل هاردنس تيست. برينيل استخدام اندنتور، الاندنتور اللي بيستخدمه الاساسي هو الهاردنس ستيل بول. هاردنس ستيل بول، كره الصلب المصلده. الكره ديت عندنا قطرها كام؟ قطرها 10 ملم. دي الكره الاساسيه، مش مكتوبه ال 10 ملم هنا في السلايد. 10 قطر الاساسي، الاختبار برينيل الاساسي من غير اي موديفيكيشن، قطر 10 ملم. تمام، بيتعرض لاكثر من حمل حسب صلاده الماده. فالحمل الكبير 3000 كيلو جرام، البي دي حمل 3000 كيلو جرام في الهارد ميتالز، والبي بتبقى 1500 في الانترميديت هاردنس ميتالز. ماشي، وال 500 كيلو جرام فور سوفت ماتيريالز، المواد السوفت، المواد الطريه. طب احنا هنعرف منين الهارد في الانترميديت للسوفت؟ يعني في مقاييس قديمه معموله لترتيب المواد من السوفت لحد الهارد. كان في واحد مثلا مقياس اسمه بيبدا من التلك لحد اقصى حاجه لحد الدايموند وموزع التوزيع. فممكن بناء على التقسيمه دي نختار الحمل اللي احنا هنستخدمه مع الكوره ال 10 مللي. يبقى الاندنتور هارد من ستيل بول، اللود بيختلف حسب الهاردنس بتاع كل ماده 3000 1500 500. الرقم بيتحسب ازاي؟ فكره البرين الهاردنس نمبر، ان احنا بناخد الحمل اللي احنا بنقصر بيه على الاريا اللي حصلت بسبب الحمل. اللي يعني ايه الكلام دوت؟ انا عندي كوره 10 مللي اهي، وادي السبيسمن عينه حطيتها على التثبيت، مكان التثبيت اللي انا شفته من شويه، وبعدين بنزل بالحمل على الكوره دي، بتنزل مسافه اتش، ديبث اتش. لما بتيجي تنزل بتعمل علامه عباره عن جزء من كوره لها قطر دايره وليها ديبث من جوه. قطر الدايره بتاعها اللي بره ده اسمه دي، دي الاندنتيشن. اندنتيشن يعني علامه، اندنتيشن او امبريجن، اندنتيشن او امبريجن ده معنى العلامه. يبقى الكره دي لما ضغطت هنا عملت لي علامه، الدايمتر بتاعها دي الاندنتيشن دايمتر، والديبث بتاعها اتش. مساحه السطح ده اللي تكون نتيجه ضغطه الكوره، لو انا خدت البي وقسمتها على مساحه السطح ده هيديني البرين الهاردنس نمبر. هيبقى بيدينا ده الاختصار بتاعه، بي اتش ان تساوي البي على الاريا بتاعه الامبريجن او الاندنتيشن، يبقى هتساوي بي على باي دي اتش، دي بتاع الجزء من الكوره المساحه السطحيه بتاعته عباره عن باي في قطر الكوره في الاتش في السقوط بتاع الايه؟ بتاع الكوره داخل الايه؟ العلامه. وفي الاخر ده كله بيبقى بالكيلو جرام على المليمتر سكوير. الدي الدايمتر بتاع الاندنتور بالمليمتر، البي اللود اون ابول ان كيلو جرام، الاتش ذا ديبث اوف ذا امبريجن او الاندنتيشن ان مليمتر، والاي الاريا بتاعت السفيريكال اريا اوف امبريجن، المساحه الكرويه السطحيه للعلامه اللي هي باي دي اتش. لما نيجي نحسب الاتش عشان اقيس الاتش الديبث ده بيبقى الامبريجن صغيره جدا. عشان اقيس الديبث الاتش وادور على مكان اللي هو حصل فيه اقصى اتش اقصى ديبث، الموضوع صعب جدا قياسه. فاحنا بالرياضه قدرنا نجيب علاقه
علاقه بين الاتش وبين الابعاد الظاهره اللي انا اقدر اقيسها. يعني انا اقدر اقيس الدايمتر الكبير بتاع الكوره عندي، اقدر اقيس الدايمتر بتاع العلامه اللي حصلت. فجبنا علاقه بحساب المثلثات، في علاقه بين الاتش وبين الدايمتر الصغير والدايمتر الكبير. العلاقه دي بتقول ان الاتش الدبث بتاع العلامه بيساوي دي على 2 الدايمتر الكبير بتاع الكوره على 2 ناقص نص جذر دي سكوير الكبيره ناقص دي سكوير الصغيره اللي هي بتاعت العلامه. لما اخد الاتش دي واعوض بيها في القانون ده بتاع البي اتش ان، تطلع لي البي اتش ان بتساوي 2 بي ديفايدد باي دي دي كابيتال ملتبلايد باي دي كابيتال ماينس سكويرد دي كابيتال سكوير ماينس دي سمول سكوير. برضو الوحده هتبقى كيلو جرام على المليمتر سكوير. ال دي زي ما احنا قلنا هي الدايمتر بتاع الامبريشن المليمتر. ده القانون اللي احنا بنحسب بيه البرينيل هاردنس نمبر. اقدر احسب انا الاريا واقسم عليها، او اخش في القانون ده مباشره بناء على ال دي الدايمتر بتاع الامبريشن وال دي بتاع الكوره واللود، واجيب قيمه البي اتش ان. زي ما احنا قلنا من شويه ان دايما في علاقه امبيريك، العلاقات الطبيعيه بتربط بين الهاردنس نمبرز والتنسايل سترينث، خصوصا السيجما التيميت تنسايل سترينث. زي العلاقه اللي قدامنا دي بيقول ان السيجما التيميت بتساوي بي اتش ان الهاردنس نمبر اللي جاي من بريدل الكونستانت. الكونستانت دوت بيساوي 36% في حاله اللي احنا عوضنا، لو احنا عوضنا بالكيلو جرام على المليمتر تربيع يعني، وغالبا المساله هتبقى في الوحدات دي ان شاء الله. لكن لو بوحدات ثانيه زي الطن على الانش تربيع 0.22، ولو بوحدات الباوند على الانش سكوير هيبقى 500. البي اتش ان في ثابت، اي ثابت من دول حسب الوحدات اللي انا شغال بيها. لوحظ اف بي اتش ان جريتر ذان 380 بيبقى معدل الزياده الانكريز ريت في البي اتش ان اكبر بكتير من معدل الزياده في الالتيميت تنسايل سترينث، فمش هنقدر نستخدم المعادله دي لو عدينا الرقم ده، او مش هتبقى دقيقه، مش هتبقى دقيقه. لو البي اتش ان كان اكبر من 380 اللي هيحصل الزياده بعد كده، الزياده في البي اتش ان هتديني رقم اكتر من الزياده في الالتيميت تنسايل سترينث. طبعا ده سببه ايه؟ This may be due to the deformation of the ball that would result in a higher hardness or due to the high compressive strength of quenched steels. يعني ممكن يكون بسبب ان عند الاحمال عند الهاردنس الكبيره قوي الكوره الصلب دي ما بتتحملش، فبيحصل لها بعض التشكل بيأثر على القيمه اللي بتطلع، او السيرفيس الهارد لو انا بتكلم على ماده السيرفيس بتاعها هاردند القوه بتاعته تبقى كبيره جدا مختلفه عن باقي الماده، فما يدينيش تعبير دقيق. يبقى الهاردنس كبير والالتيميت الحقيقي بتاع الماده اللي جوه مش كبير زي الايه؟ مش كبير زي الهاردنس، فتبقى العلاقه غير ناجحه في الارقام الكبيره للبي اتش ان. نعم، في بعض البركوشنز وجواها يعني هي الاحتياطات دي البركوشنز الاحتياطات جواها بعض الحاجات اللي بتعيب هذا الاختبار او بتعمل له حاجه زي ليميتيشنز اوجه الخسور. فدي احتياطات وفي نفس الوقت فيها بعض اوجه الخسور في اختبار برينل. اول حاجه It's not used to test extremely hard materials. لا يستخدم لاختبار المواد المصلبه جدا. Because the ball itself may deform. ممكن الكره بنفسها يحصل لها تشكل نتيجه ان الماده صلبه جدا اصلا من الكره احيانا. لهذا السبب for this reason tungsten carbide balls بعض البولز الكور يعني بتستخدم من بيتم تصنيعها من التنجستاين كاربايد. طبعا التنجستاين كاربايد كاربيد التنجستاين احنا دخلنا دلوقتي في جروب او كاتيجوري في الماتيريال اسمه السيراميكس، ودي مواد صلده جدا. فالتنجستاين كاربايد من المواد الصلده جدا اصلا بكتير جدا من الهاردند ستيل بول، فهنستخدمها في هذه الحاله بديله عن الهاردند ستيل بول عشان اقدر اختبر الهاردر ستيلز. دي اول حاجه من الاحتياطات ان هو لا يستخدم، ومن اوجه الكسور ان هو لا يستخدم في المواد الصلده جدا extremely hard materials. It's not used to test hardened surfaces or thin pieces such as rather plants. يعني ما بيستخدمش في الاسطح المصلده، ان انا زي ما احنا قلنا هنعمل كونشنج او هنصلب سطح زي عارف شفت قضيب القطر، قضيب القطر في جزء القضيب وسطح القضيب غامق شويه كده بثيكنس قليل بيبقى صلد جدا عشان الاحتكاك بتاع عجل
القطر اسطح المصلده ديت والثين بيسز القطع الرقيقه زي مواس الحلاقه مواس الحلاقه الرازر بلادز الرازر بلادز ما اقدرش استخدم اختبار البرين اللي فيها ليه؟ بيكود ذا يوجوال اندنتيشن مي بي جريتر ذان ذا ثيكنس العلامه نفسها ممكن تكون اكبر من الثيكنس فعملت في الماده اختبار اخر يعني مثلا احنا دورنا بيها على 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 رازر بلاد موس الثيكنس بتاعه صغير جدا فحصل له انحناء يبقى احنا عملنا اختبار بيندنج مش اختبار هاردنس شكلنا الماده نفسها ماشي فالعلامه نفسها العاديه ممكن تكون اكبر من الثيكنس بتاع الماده او السطح الهارد فتروح معديه داخل في البالك ماتيريال لو انا عندي ماده بالك ماتيريال والسيرفيس بتاعها لما اجي اضغط بالكوره الكوره تديني ديبث يخطي الهاردنت فيلم الجزء الهاردنت ويخش في البالك ماتيريال فيأثر لي على النتائج من البركوشنز ان الثيكنس اوف ذا تيست سبيسمن سمك العينه المختبره لازم يكون اكبر من او يساوي 10 الاتش يعني لو ده سمك العينه لازم يكون انا اجيب حته على حته من العينه لازم وانا بعمل وانا بجيبها اعمل حسابي ان الثيكنس بتاعها يكون اكتر من 10 الاتش اللي هتتكون طب انا كنت عرفت الاتش اللي هتتكون هنخش كمان شويه في علاقات امبيريكال بتربط بين الدي سمول والدي كابيتال بتاعه الكوره ومنها اقدر اجيب الاتش المتوقعه ومن الاتش المتوقع اضربها في 10 واجيب الثيكنس او ممكن عشان نحمي نفسنا مثلا كده كده العلاقه بين الدي كسمول والدي كابيتال ما بتزيدش عن نص فاحنا خلاص هنحسب بناء على ان الدي بتساوي نص دي دي سمول بتساوي دي نص دي كابيتال ونحسب من قانون الاتش اللي احنا شفناه من شويه نحسب قيمه الاتش والثيكنس مش هيقل عن ال 10 اتش المينيمم ديستانس برضو من الاحتياطات المينيمم ديستانس بين علامه وبين الايدج بتاع السبيسمن المفروض يكون اكبر من او يساوي ما يقلش يعني عن 2.5 الدي بتاع العلامه زي ما احنا قلنا الدي هنجيبها منين؟ هنجيبها من الامبريكال اللي احنا هناخده كمان شويه ان الدي سمول على الدي كابيتال ان الدي سمول على الدي كابيتال بتساوي تقريبا من 25% لنص 25% نص ناخدها نص مثلا برضو يبقى احنا قلنا يبقى احتياط الثيكنس اكبر منها يساوي 10 اتش لا يقل عن 10 الاتش يعني احتياط الديستانس من الاتش بتاع العينه لحد اول علامه ممكن اعملها 2.5 الدي سمول الدايمتر بتاع الامبريون ولو انا عندي علامه قديمه وعايز اعمل علامه جديده يبقى من السنتر بتاع العلامه دي للسنتر بتاع العلامه دي اكبر من او يساوي 5 دي اكبر من او يساوي 5 دي يبقى من الايدج بتاع العلامه للايدج بتاع العلامه اكبر من او يساوي 4 دي لان انت تشيل نص من هنا ونص من هنا تمام طبعا لو طب لو احنا قربنا العلامه دي من الايدج ايه اللي هيحصل ايه اللي ممكن يحصل الارقام هتبقى غير حقيقيه ليه غير حقيقيه لان الفري سيرفيس ده بتاع الايدج بيسمح للذرات ان هي تتحرك اكتر من الذرات المحبوسه جوه الايه الماده فناديك بالضغطه هيحصل تشكل ويحصل حركه للذرات هيحصل تشكل ويحصل حركه للايه للذرات فالامبريجن اللي هتبقى جايه هتبقى امبريجن غير حقيقيه طيب طب لو احنا عندنا واحده قديمه بقى وعايزين لو احنا وعايزين نعمل واحده جديده جنبها وعايزين نعمل علامه جديده جنبها ايه اللي هيحصل لو احنا اقل من الخمسه دي من السنتر اللي هيحصل ان مكان العلامه القديمه اللي كانت هنا حصل تصلب للايدج دي جامد غير الفري حتى فبتحبس حركه الذرات فلما اجي اعمل علامه هتعمل ايه؟ هتضايق او هتمنع الامبريجن ان هي تديني المقاس الحقيقي فهتديني مقاس اقل هتحبس الذرات من الايه؟ من الحركه فقيمه البرين الهاردنس نمبر اللي هتيجي من العلامه دي هتبقى اقل من القيمه الحقيقيه، اما لو احنا قربنا من الايدج هتبقى القيمه اكبر لان الذرات بتبقى حره فالحركه بتبقى اسهل فيديني علامه اكبر. الفولود فولود ماست بي ابلايد فور 15 تو 30 سكندز. الحمل لازم يطبق في بسرعه يعني بسرعه نعبر عنها بتطبيق الحمل في الوقت خلاص الحمل يطبق في خلال من 15 ل 30 ثانيه السبيسمن سيرفيس شود بي كليند اند بولشت دي بقى من اهم شروط الاختبار ان انا اجيب العينه بتاعتي قبل ما اعمل الاختبار اكون عامل لها بولشنج مصنفرها كويس ومنظفها كويس جدا السطح املس ونظيف تماما نظيف تماما علشان اقدر اعمل الاختبار دي البركوشنز بتاعت اختبار برينل. برينل احنا قلنا الكوره 10 مللي
وفي مواد ممكن تكون رفيعة وفي مواد القوة بتاعتها مختلفة، فالعشرة ملي ده رقم كبير، فهل نقدر نطور الاختبار ده ونعمل فيه تعديل ناخد بيه مميزات وفي نفس الوقت نغطي العيوب اللي كانت بعضها موجود فيه؟ اه، في حاجة اسمها الاكستنشن اوف برينيل ميثود تو اذر لودز اند بول دايمترز. جت منين اللي جاب منين الاكستنشن ده؟ بناء على حاجتين، في الكونديشن فور سيميلاريتي ان امبريجن، لو احنا جبنا كرة صغيرة فعينة هتعمل دي واحد وهي الدايمتر بتاعها الدي الكبيرة بتاعتها دي واحد بلود بي واحد، ولو جبنا كرة كبيرة بي اتنين ودي اتنين هتعمل دي اتنين. لو احنا حطينا السنترز بتاعتهم كلها عند نقطة واحدة هنلاحظ ان الدي واحد على نفس امتداد الاقطار بتاعت الدي اتنين، وبناء على هذه الفرضية ساين الزاوية دي، ساين الزاوية دي او نص الزاوية دي لو خدنا خط رأسي كده، ساين نص الزاوية ديت هيساوي حساب المثلثات دي واحد على دي واحد ويساوي دي اتنين على دي اتنين هيساوي كونستانت. دي السيميلاريتي كونديشن اللي احنا قلنا عليها، زائد علاقه اسمها لواحد اسمه ماير. ماير ريليشن بيقول ان اللود له علاقه، اللود اللي بيأثر في البرين الهاردنس تيست له علاقه بالدايمتر بتاعت العلامه. العلاقه دي ليها ثوابت بتحكمها، البي بتساوي ايه في دي اس ان، الان دي ماتيريال كونستانت والاي از ماتيريال كونستانت فور ا جيفن بي، يعني الان دي ثابته كل الماتيريال والاي لما اغير اللود الاي تبدا تتغير، بقى عندي اي ثابت وان ثابت وبقت العلاقه بين الدي والايه والبي. بناء على الاثنين دول مع بعض هنطلع قانون بيقول ان البي على الدي سكوير بيساوي كونستانت، الحمل المؤثر على الكره قطر الكره المستخدم تربيع بيساوي كونستانت. الكونستانت ده بيعتمد على نوع الماده وبيعتمد على حاجات كتير، وفي جدول بيحكم لنا الكلام ده. وزي ما احنا قلنا برضو ان في علاقه بين الدي سمول والدي كابيتال من شويه، 25% لنص دي كابيتال عشان لما اجي احسب الابعاد والحاجات اللي انا عايزها. طيب بناء على الاكستنشن ده والاثبات اللي حصل ده عملنا الجدول، حصل ان اتعمل الجدول ده بين الماتيريال، تصنيف الماتيريال والاحمال اللي هتاثر بيها على الماتيريال وقيم الثابت الكونستانت البي على الدي سكوير اهو ماشي. يعني مثلا الستيل اند ماتيريال اوف سيميلر هاردنس، الستيل والماتيريال اللي زيه ماشي، احنا الستيل هو اللي هيحكم، والماتيريال القريبه من الستيل البي على الدي تربيع ب 30. جميل، يبقى انا دلوقتي البي ب 30 ثابته اهي، لو جبت دي 1 مللي اخش في القانون تطلع اللود بتاعي ب 30 كيلو جرام ماشي، لو جبت دي 2 مللي اخش في القانون بتاع الكونستنت تطلع اللود بتاعي ب 120 وهكذا، 5 اللود ب 750. خش عوض في القانون بكل بساطة اهو، بي على دي سكوير بتساوي 30، الدي سكوير بكام؟ 1 مللي يبقى 1 تربيعي يبقى البي بتاعتي ب 30 كيلو وهكذا. خلاص، ده طبعا ده بيستخدم في البي اتش ان لما تكون اكبر من 160 اللي هو الستيل والماتيريال اللي زيه. طب الكبر الويز سبائك النحاس والماتيريال اللي زيها اللي هي اللايت، يعني اللايت هيبقى البي على دي تربيع الكونستانت بتاعي ب 10، ولو غيرنا الدايمتر يبقى دي اللوب بتاعي، الدايمتر 1 مللي اللود 10، دايمتر 2 مللي اللود 40، 250 1000، وده البي اتش ان بتاعه بيبقى من 60 ل 160. الكبر والماتيريال اللي زيه يبقى الكبر طبعا مور لايت، فيري لايت عن الكبر الويز، الكبر الويز انشف، فالكونستانت هيبقى 5 وهكذا، والبي اتش ان من 20 ل 60. الرصاص بقى والتين، الرصاص والتين دي حاجات طريه جدا، فيري سوفت، فيري سوفت تمام. الكونستانت بتاعي 1، ولو غيرنا الكوره زي ما احنا قلنا الكوره هيبدا الحمل بتاعي يديني الاحمال المختلفه اللي قدامي دي تمام. بعد برينل في هل في اختبار تاني اقدر احدد فيه الهاردنس يحل لي المشاكل اللي كانت موجوده في برينل بتاعه الثين ميتالز والهاردنت سيرفيسز والاكستريملي هارد ماتيريالز؟ اه، في اختبار اسمه اختبار بيكرز هاردنس تيست. بيكرز بيستخدم اندنتور عباره عن سكوير بيزد دايموند بيراميد، سكوير بيزد دايموند بيراميد، هرم ماسي رباعي الاوجه، قاعده رباعيه ومدياني هرم رباعي، ولكن الزاويه بين كل وجهين منه 136 درجه، كل وجهين متوازيين من وجهين الزاويه بينهم 136 درجه. في اختبارات بدايموند بيراميد بس الزوايا مختلفه، مش عندنا في المنهج ماشي، زي نوب مثلا في اختبارات تانية، لكن احنا في فيكرز بنستخدم دايموند بيراميد سكوير رباعي الاوجه والزاويه بين كل وجهين 136 درجه، والحمل اللي احنا بنحمل بيه بيبدا من 10 كيلو في الغالب ل 120 كيلو،
من 10 كيلو ل 120 كيلو. النمبر بتاعه بيتحسب ازاي؟ نفس الفكره بتاعت برينل، بحسب البي على الاريا بتاعت العلامه. العلامه لما احنا نجيب هرم ونضغط على عينه من العينات دي من الماده، هتعمل اتش ديبث، وهتعمل علامه عباره عن جزء من الهرم، سطح هرمي داخل الايه؟ داخل داخل العينه. السطح الهرمي طبعا ميزته عن السطح الكروي ان هنا بيميز الاسقاط بتاعه بمربع، مربع له تو ليف له فور بوينتس اللي هم الايدجز بتوعه، فانا اقدر اقيس من النقطتين للنقطتين دول ده دياجونال، ومن النقطه دي وللنقطه دي ده دياجونال، يبقى انا عندي اللي بيميز المساحه بتاعته الدياجونال والايه؟ والاتش. لما اجي احسب بقى المساحه دي هتبقى ده غطسان اللي جوه اهو، ادي مثلث 2 3 مساحه الاربع مثلثات اللي هي اوجه الهرم لغطسانه داخل الايه؟ العينه، هي دي الاريا بتاعتي. لما اجي اقسم عليها واخد الزاويه في الاعتبار واخش في حساب المثلثات وفي الهندسه الفراغيه واجي احسب الاريا دي كعلاقه في السيتا وعلاقه في الدياجونال بعيد عن الاتش، يطلع لي في الاخر الفي اتش ان بيساوي، انت ممكن تعملها بنفسك لو انت انترستد بالموضوع دوت، الفي اتش ان بيساوي 2 بي 2 في الحمل ساين سيتا على 2 اللي هي 136 ديت على دي سكوير اللي هي الدياجونال بتاع الامبريجن او متوسط الدياجونال، مش في الاختبار بناخد ده زائد ده على 2 عشان نجيب متوسط الدياجونال ماشي، ونقسم. لما نيجي نعوض السيتا عندنا 136 ثابته، تطلع لي في الاخر الفي اتش ان بتساوي 1.854 بي divided by diagonal square برضه بالكيلوجرام على المليمتر تربيع. طبعا الاختبار ده له شويه مميزات عن الاختبار اللي فات، ان هو more accurate reading can be made of the diagonal of a square than the diameter of the circle where measurements must be made between two tangents tangents of the circle. يعني القرايه اللي انا اقدر اخدها من الدياجونال من القطر بتاع مربع هتبقى ادق بكتير جدا من ان انا اجيب دايمتر بتاع دايره. ليه؟ لان انا في قطر مربع بجيب ادي دياجونال 2 من نقطه لنقطه ماشي تحت الميكروسكوب طبعا، تمام؟ من نقطه لنقطه يبقى انا عندي بعدين واضحين جدا بجمعهم واجيب المتوسط بينهم. اما في الدايره فالدايره ممكن يكون فيها بعض التشوه من بعض الجوانب، لو انا خدت مماس عشان اجيب الدايمتر بتاع الدايره باخد مماس عند كذا نقطه او مماسين عموديين، مماس وبعدين اخد العمود عليه واجيب منه القطر، ومماس ثاني اخد العمود عليه واجيب منه القطر، واجيب ثلاثه اربعه واجيب المتوسط بتاعهم. فالتانجنتس ديت ممكن ما تكونش دقيقه لان ما عنديش نقط واضحه، فتجيب لي قيم اقل دقه. اما في الفيكرز لا ده عندي نقط مش ممسات، فاقدر اقيس بقياسات ادق. برضو من الحاجات الجميله فيه ان هو it can be used on a metal and hardened surfaces as thin as 0.15 مليمتر. يعني ممكن استخدمه في المواد الحراريه الرفيعه، المواد الثن جدا ممكن استخدمه في الهاردنت سيرفيس الرقيقه، ممكن استخدمه في الهاردنت سيرفيسز الدقيقه. دي احنا كانت مشكله موجوده في برينل حليناها. برضه it's accurate for hardness as high as 1300 اللي هي حوالي 850 في برينل، يعني ممكن اوصل ل في اتش ان توصل 1300 اللي هي تقريبا 850 في برينل. كنا احنا في برينل قلنا بعد ال 380 بيحصل شويه مشاكل في الارقام بعد ال 380، وبنضطر نستخدم احيانا كور من معادن من السيراميكس من التنجستاين كاربايت ماشي. اما الفيكرز لا ده بيوصل بيقدر يختبر الاكستريملي هارد ماتيريالز لدرجه ان هو بيوصل لحد 1300 في قيمه الفي اتش ان بتاعتي اللي هي كانت مشكله في برينل. برضه من الحاجات الجميله فيه ان هو اتس يوسفول فور اوبتيننج هاردنس سيرفيس، ايه اللي هو السيرفي يعني مسح يعني من المساحه سيرفيس. فانا عايز اعمل سيرفي مسح الهاردنس على سطح معين، معمول له كولد وورك او معمول له كوينشننج او معمول له تمبرنج، معمول له عمليه اي تريتمنت من انواع التريتمنت، عايز اعمل سيرفي عشان اشوف انتظام العمليه على السطح. فمن افضل الحاجات ديت الفيكرز، صغير سريع بيقيس الحاجات الدقيقه، من الاختبارات المميزه والمشهوره في الهاردنس. ثالث نوع والاكثر استخداما والاسرع لو ما محتاجش حسابات في البرينل والهاردنس، في البرينل هاردنس والفيكرز هاردنس كنت لازم اخد اللود واخد العلامه تحت عدسه او العدسه تبقى مركبه مباشره داخل الجهاز واجيب المقاسات وبعدين اقسم على المقاسات دي، او حتى لو استخدم الكمبيوتر برضو مضطر ارجع لشكل العلامه. اما في روكويل هاردنس تيست انا باخد الرقم مباشره، الرقم بيديني رقم للصلاده مباشره. روكويل هاردنس نمبر از ديترمايند، قبل ما نخش في الكلام ده نشوف فكره الاختبار. الاختبار بتاع روكويل
بيعتمد على انه يعدي مرحلة التشكل بتاع مرحلة الإلاستيستي، مرحلة المرونة بتاعة المادة. فبيعمل ايه؟ بيجيب حاجة اسمها ماينور لود، حمل مبدئي، حمل صغير، يبدأ يأثر بيه. لو ده الاندنتور، ادي دايموند اندنتور، حسب هنشوف دلوقتي الكلام ده اللي هو التفاصيل بتاعة الاندنتور زي كل الاختبارات اللي فاتت. فالمهم لو ده الاندنتور هيأثر بماينور لود الأول، يعمل تشكل في المادة ثابت ويسيب الماينور ده، يبقى هينزل الاندنتور على العينة بتاعتي اللي أنا أعمل عليها هاردنس، وأنزل بالحمل لحد ما أوصل للماينور. الماينور ده قيمته كام؟ قيمته 10 كيلو جرام، ماشي. وبعد ما يوصل ل 10 كيلو جرام يبدأ يقف، وبعدين يبدأ بعد كده يكمل بحاجة اسمها الميجور لود. الميجور لود ده اللي هاخد منه الرقم، وبعد ما يوصل للميجور لود اللي حطه حسب الاختبار ما هيقول لي قيمه الميجور لود قد ايه، يبدا يشيل الحمل الميجور ويسيبه الايه؟ ويسيب المينور، وبعدين يبدا ياخد القيمه بتاعته، قيمه الهاردنس نمبر بتاعته، الفرق بين المينور والايه؟ والميجور. بيقول لي اهو روكويل هاردنس نمبر از ديترمايند باي ذا ديفرنس ان ديبث اوف بنتريشن ريزلتنج فروم ذا ابلكيشن اوف ان انيشال ماينور لود 10 كيلوغرامز followed by a larger major load. هيختلف بقى ايه؟ هيختلف حسب نوع الماده ونوع السكيل اللي انا هشتغل بيه، لان الروكويل له سكيلز، له مقاييس مختلفه. كل مقياس بيستخدم لكاتيجوري من الكاتيجوري من المواد، مجموعه من المواد، تمام. بعد ما اثر بالميجر، اذا ميجر لود از ريموفد لوحده، بيتشال لوحده، بيتشال يعني احنا بنشيله بنسيب المايلور. With the minor load still acting بيفضل موجود. The Rockwell hardness number is read on the bial gauge. طبعا بتبقى bial gauge لها علاقة بالفرق بين الميجر والمينور، ويديني رقم على طول اللي هو رقم Rockwell. Rockwell له سكيلز كتيرة، ماشي. أشهر سكيلز أو السكيلز القديمة واللي حاكمة كل حاجة Rockwell A، Rockwell B، Rockwell C. Rockwell دلوقتي في 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 الحاجات الحديثة في أكتر من كده، F و لحد اف واكتر. انا عندنا جهاز في المعمل ممكن نوصل لاف، في اجهزه اوسع من كده، ماشي. كل واحد من السكيلز دي له اندنتور او بنتريتور مخترق او مسبب علامه. فمثلا في الروكويل A دايموند كون، هرم ماسي، وفي الروكويل B ستيل بول، القطر بتاعها 1 ديفايدد باي 16 انش، 1 على 16 انش دايمتر، ده الدايمتر بتاعها. في الروكويل سي دايموند سيرو كونيكال، يعني مخروط ماسي، ده مخروط ماسي راسه دائري، الحمل بقى الميجور، المينور 10 فيهم كلهم. الحمل الميجور بناء على اي 60 كيلوغرام، بي 100 كيلوغرام، سي 150 كيلوغرام. كل سكيل من دول بيستخدم في ماتيريالز معينه. فسكيل ايه مثلا بيستخدم في الهاردن ستيل اند اكستريملي هارد ميتالز، وين small impressions are required، لما نكون عايزين نعمل مقاسات صغيره للعلامه، ماشي. البي وهو الاكثر استخداما بيستخدم في المايلد ستيل والميديوم كربون ستيل والستيل شيتس او الشيت من الاوف ستيل والسوفت ستيلز والشوفت ستيل والستيل بارز، سواء معموله هارد مصلده او تمبرد، تمام. ولو الحاجات دي ما غطاهاش بي، الحاجات لو في حاجه ما غطاهاش بي، السي هو اللي بيغطيها في الغالب، ايه نادر الاستخدام شويه، ماشي. فالسي بقى بيستخدم في الستيل والالوي والستيل الويز والماتيريال هاردر ذان روكويل بي 100 اللي هو اللي احنا قلنا عليه من شويه. من الحاجات اللي احنا قلنا روكويل من الاكثر استخداما، الاكثر دقه للفيكرز، البرينل ميزته ان هو اوسعهم، هنشوف دلوقتي حاجه اسمها الهاردنس كونفرزيشن، التحويل بين الهاردنس، بين انواع الهاردنس. طبعا دي حاجه مهمه جدا، لان ممكن يكون عندي اختبار متاح عايز اقبل بيه عينه معينه من الماده، والداتا شيت بتاعها او الاحتياطات الاشتراطات بتاعتها معموله باختبار تاني، فانا عايز احول من اختبار لاختبار عشان اقدر اقارن مقارنه حقيقيه. فانا مثلا ما عنديش غير روكويل والارقام اللي جايه عندي برينل، يبقى انا عايز تحويل من روكويل لبرينل عشان اقدر اقارن برينل ببرينل، مش هينفع اقارن روكويل ببرينل، لازم اقارن الاثنين ببعض. فدي خريطه من يعني خريطه من الخرائط الجميله جدا، بتبين السكيل بتاع انظمه اختبار الاندنتيشن اللي احنا المتاحه منها اللي احنا قلنا عليها، وهنا حاجات ايه احنا ما قلناهاش،
هتلاقي مثلا عندي برينل اوسعهم بعد اهو من رقم من 5 لحد 10000 البرينل نمبر ماشي. هتلاقي بعد قصاده بقى ده احنا قلنا في واحد اسمه مو قديم جدا جه اجتهد هو في موضوع الهاردس فعمل تقسيم تصنيف من التلك لحد الدايموند بارقام زي ما انتم شايفين كده من التلك ماده سوفت جدا لحد الدايموند اللي هي الماده الهارد جدا جميل. هتلاقي بقى جنبه مثلا روكويل بي هتلاقيه ماسك من هنا لهنا المكان يعني واخد كميه مش كبيره. روكويل سي ماسك من هنا لهنا ماشي. نوب هاردنس نوب هاردنس ده حاجه زي فيكرز بس شكل الدايموند بيراميد مختلف مش 136 درجه اظن 120 درجه في اتجاهه مش فاكر بالظبط ماشي. ماسك من هنا لهنا زي ما احنا شايفين. برينل ماسك اغلب المواد لحد فوق وهنا المواد هنا الموست بلاستكس في المنطقه ديت البريسز والالومنيوم الويز سبائك النحاس والالومنيوم النحاس الاصفر والالومنيوم الايزلي ماشين ستيل ستيل سهل التشغيل الكاتنج تولز النيتريد ستيلز اللي هي نوع من انواع السيراميكس ماشي فوق جدا قريبه من الدايموند وهيبقى معاها الكربايدز والحاجات اللي زي كده. احنا غطينا الجزء بتاع الاندنتيشن هاردنس الاستاتيك في منها دايناميك وفي منها حاجه في حاجات بتعتمد على الريباوند بعمل بخبط العينه بحاجه ستاندرد وبعدين اقيس قوه الارتداد اقيس منها صلاده الارتداد الخدش في بعض الناس عملوا اختبارات بعض العلماء عملوا اختبارات انك تعمل خدش بسمك معين وتشوف القوه اللي عملت السمك ده او معلش تجيب حاجه خشنه هارد اوبجكت حاجه صلبه ستاندرد وتعمل خدش في الماده وتشوف الخدش عرضه قد ايه او عدد المشاوير اللي انت خدتها عشان توصل لعرض خدش معين. معلومه اضافيه ده سكراتش هاردنس عشان يقيس السكراتش هاردنس. بكده نكون انتهينا من الاختبار الهاردنس وان شاء الله المسائل بتاعته هتتشرح في السكشن باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.